وجهة نظر علم الاجتماع، كيف ستؤثر قرارات حظر البناء في مدن ومحافظات كاملة على الخريطة الاجتماعية في مصر ونمو العمران الإنساني؟ هل قد يغذي ذلك الاحتجاج الاجتماعي؟ لا، هو إلى الآن الحقيقة الدولة في سياساتها المختلفة بتدي فرصة لكي يستوعب الرأي العام القرارات حتى لو هي قرارات شديدة. وكل الإصلاحات الاقتصادية وتغيير السياسات الاقتصادية ورفع الدعم من حاجات كتير اللي هو كان في الماضي يسبب انفجارات اجتماعية، الشاهد انه الناس رغم الشكوى تحملتها، ولذلك مصر عبرت مرحلة صعبة جدا اقتصاديا، وفي عهد الكورونا او الكوفيد 19 لدرجة انه مؤسسات دولية وعالمية بدأوا يقول لك ايه السر ان مصر استطاعت انها تعمل هذا الانجاز اقتصاديا، منها اصلاح في العام الماضي ثم مواجهة جائحة الكورونا بنجاح معقول بالمقارنة بكل اللي حواليها من الدول الإفريقية أو الدول حتى اللي عبر البحر المتوسط، الدول الأوروبية زي إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. فالحقيقة النظام هنا، وده اللي أنا أحيانا بجد صعوبة فيه، إن أنا أمتدحه، مش امتدح أي نظام، إنما النظام ده نظام الرئيس السيسي نجح في حاجات معينة ولازم الواحد يعني يقر بيها ويهنئه عليها ويطلب مزيد من التوفيق. وهو بدأ يدرك إن الشعب وقف معاه، ولذلك في كل قراراته الأخيرة وكل توجيهاته للوزراء إن بقى راعوا الشعب اللي استحملنا وتعاون معنا في كثير من السياسات بشكل لم يحدث لا في الماضي في مصر ولا في دول في نفس المركب أو نفس الظروف الاقتصادية بتاعتنا. بس في حركة احتجاجات اجتماعية حصلت في مدن الريف، ودي أول مرة تحصل. إيه بقى؟ لا أنا ما عنديش. احتجاجات يعني في القرى كانت أكثر عنفا من المدن السكنية زي القاهرة والمحافظات. فين؟ ادي كده أمثلة. كل القرى والأرياف في. لا أصلا من الريف. يعني أنا من قرية في الدقهلية. وبروح طبعا الشكوى المصريين شكائين. دي حاجة احنا كعلماء اجتماع نعرفها، ان حتى مهما عملتي هيظل هناك قطاع دائم الشكوى، ان توقعاته كانت احسن اعلى وخابت توقعاته. في مجال حقيقي للشكوى في حاجات معينة، ودي برضو الشكوى فيها بتبقى زي صمام الأمان، هو الكبت يولد الانفجار. فكونك تعمل قرارات أو سياسات بس أنت قشوفية أو احترازية أو انضباطية قوية والناس مش متعودة عليها ثم تمنع الكلام أو تكمم الناس، ده هو اللي ولد الانفجار. وعشان كده أشوف رغم ان القرارات اللي اتخذت في عهد السيسي، انا ما اعرفش انت عندك كم سنه، لكن يعني لو رجعنا ل 77 ما كنتش انت اتولدت لسه، اللي كان فيها ما يسمى بانتفاضه الخبز لمجرد انه ثمن الرغيف زاد كارثه انفجرت الدنيا. انت كنت معايا الحاجه دي؟ لا. طيب كنت كلكم عيال اطفال يعني تاريخ. وهو ده كان احد
الأشياء اللي أدت إلى التغيير بعد كده ولا الثورة تراكميا. إنما بعايز اللي عايز أقوله يعني إنه اتخذت قرارات أشد بكتير قوي من الإجراءات اللي اتخذت في عهد الرئيس السادات 77 1977.